السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتأمل هذه العملية الحسابية 11 زائد 30 تساوي 12، وهل هذه النتيجة صحيحة أم لا؟ إذا هي صحيحة، ولكن كيف ذلك؟ 11 ماذا زائد 30 ماذا تساوي 12 لكي نسهل، وهذه العملية لها علاقة بالزمن. 11 ماذا زائد 30 ماذا تساوي 12 ماذا؟ أو باستخدام اليومية، من لم يستطع التوصل للجواب يكتب تعليقه ليصل له الرد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.